يعني انتم بتشوفون اكلات الانمي الذ يعني كرتون يعني. صدمة كبيرة والقلب. اليوم عندنا مجموعة من الشباب الجميلين اللي راح نلعب معاهم عدد من ألعاب الجيم باس. الجيم باس لو أنت مو مشترك فيه، وأتكلم هنا على نسخة البي سي، لو أنت مو مشترك توك بتسوي حساب جديد أو موقف اشتراكك لك 12 شهر، تقدر الآن تشترك بدولار واحد بس وتستمتع بمكتبة الجيم باس الكبيرة جدا واللي فيه عدد كبير من الألعاب ينزل في اليوم الأول، خصوصا الألعاب اللي جاي من الطرف الأول من مايكروسوفت، وأحيانا برضو ألعاب طرف ثالث تلقونها أيضا تنزل كألعاب يوم أول. وهذا العرض ماشي في الكويت، البحرين، قطر، عمان، وليبيا. تفاصيل زيادة تحصلونها في الرابط تحت. والآن خلينا نبدأ الفيديو. حسن دريس، محمد أودن، ماجد العامر، يا مرحب. طبعا لأن ون بيس مقفل كلهم جو ما عندهم شغل موقف دولي فما عندنا شيء، ورمضان قلنا نطبخ للسحور، فيلا اوفر كوك 2. بسم الله. الوضع سوشي ها؟ انت اخترت سوشي صح؟ سوشي يلا سوشي. يعني تنافس انا احنا احنا السوشي حسن. لا دقيقة انا وياك. لحظة انا ومين الحين؟ انت مع انا وياك. حلو يلا من اللي يطبخ؟ انا الفريق الازرق. دقيقة انا اللي جوا ولا اللي برا؟ انا الازرق. انا اللي برا. انا اللي برا. انا اللي اطبخ. طيب احتاج سمك. احنا اول سمك جيب لك سمك. لا انا ربيان هذا ما علي، نجيب لك ربيان وسمك ما علي، سوي سوشي ربيان زي طعم السوشي ربيان. وين الرز؟ الرز الرز هذا. دقيقه خلاص اول اصل اوكي واحد واحد حطها معها ابرص هنا. لا لا ازرق ازرق ازرق. لا لا وين حطيت لهم هم ازرق فوق تعطيهم. لا الرز ما يتقطع صح؟ لا الرز ما يتقطع. الرز ينطبخ 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 الرز. اطبخ 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 انا بقطع رز ما عمره صار. حط 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 اصبر لا تحط شيء. حطي مكان تاخذ مكان واحد حط رجلك هذا صح. لا كفو حط تاخذ مكان واحد. طيب يلا طيب الحين ابي ايش اسوي؟ السمك سوي 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 كفو اصبر اصبر اجيب صحن ابي صحن بجيب لك راح اطبخ اطبخ لا حذف عليك عبيت لك كل شيء والله حوسه حوسه الوضع والله حوسه وصل وصل. دقيقة وش نبغى؟ أبغى ربيانة ثانية أو سمكة زرقاء. ربيان ربيان جاي تكشفها من فوق. إيوه. لا لا انطلتها أبغى صحن يا محمد. أوكي. ترى هم طالبين ربيان وأنا أخوك، أنت قاعد تحط لهم سمك وهم طالبين ربيان. أبي صحن أبي صحن طيب. شوف الطلبات فوق ربيان أجيب أبي أبي صحن. قطع قطع ربيان. حط ربيان حط ربيان. انتظر يوصل. محمد مين فايز؟ حنا ولا هم؟ احنا احنا فايزين عليك. كفو كفو. لا هم فازوا الحين. اي احنا دعوة يا رجل. يلا. هذا ربيان. صحن. صحن. جاك. آه لا صار في ذا الشيء الاخضر. سوشي سوشي. اي صح سوشي. وش ابغى الحين؟ رز. لا رز هناك. يا كفو 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 يا اخي سوي لي زحمه زحمه ما اقدر ابي اخذ ربيان بعيد. طيب شوف نبدل الحين خاصة باخذ حسن ما تاخذ ماجد. يلا بروك السوشي. كيف نغير التوزيعه؟ اوكي فريق الانمي ضد الجيمنج. اوكي 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 السوشي احسن منكم ما عليك. لا يا اخي في العاب فريق الانمي راح يفوز في الجيمنج يا اخي. فان اللي فاز 16 لا 14 لا 15 15 كان في اكلات حلوه يا اخي. وش هي فاينل فانتسي؟ ما احنا انمي انمي طب لعبه انمي ما لعبه. لحظه يعني 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 انتم بتشوفون اكلات الانمي الذ يعني كرتون يا رجال. نفس دقيقة. أنا اللي برا. طيب خليه يطبخ يعني ولا اضغط عليه. عطوا صحن. انا حركت الرز انا حركت الرز. انا وش سويت؟ جبت ام العيد انا هنا. طيب طفايه عندك بعدين ايش اسوي؟ حطوا معها السوشي. مو راضيين حطوا لها. طيب اسوي سوشي ثاني. سوشي ثاني. وقفوا السوشي الخربان. والله زباله. والله زحت برجع القدر انا. عطوا القدر ثاني. عطوا القدر مره. حق النيران حق النيران. شوف الطفايه الطفايه لازم تكفى يا حمار. خذ 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 القدر وده وده الربيان. طفي طفي وديت ربيان. رز خلي الدماغ ذا. هذا مو دماغ هذا رز. الاخضر خلص الصحن اللي معي. شيل ليش مع الصحن اللي معك ليش؟ وجيب صحن ثاني ليش حطه في الصحن اللي معك؟
ابي صحه اعطني صحه يلا براير كفو مين فاز؟ كفو شلون نسوي سوسيه تعلمنا كفو هذا نقص عليه حطيه طلب غلط نقص عليه هذا حرق علينا مطبخ حتى على المطبخ حرق مطبخكم بعد حرقت المطبخ كله الجذور اثنينهم وكل شيء احترق نطالب ريماتش ابغى الطباخ انا او اللوجيستيك انا الطب انا اللوجيستيك جيد بس الطبخ حمار شباب الجيم الفاصل بس خلينا نختار خليفة نطالب بريماتش نفس التشكيلة نعم بس غير السوشي بس انا طبعا مغير السوشي والله السوشي معقد والله يا جماعه خلاص اللي تبغاه ايش تبغى شلون اضمن لك الطباخ طيب بدل بدل غورمي جالكسي غورمي جالكسي يلا والله شكله صعب الله ما ادري ايش بيطلع بخون ده ما ادري والله اسمع عليك ان شاء الله تتسهل بسم الله بس نشيك على الطباخ دقيقه وخر الماوس كمين الطباخ فينا انا بعد دقيقه احنا شلون جاي الحين وين تجينا بتجينا الطباخ انا الطباخ انا الطباخ انا الطباخ في طماط راح تجيب لي فطر وطماط من كراتين العصار وانا نفس الشيء ابغى فطر شلون اقطع انا طحت في مكرونه مدري دقيقه في لحم مستنى هاي اخوي هنا كل دي اصبر ما ادري شوف لي فطر تكفى جيبها طماط بغطبخ بعد هذا اختفى هذا تنقلي وين راح اختفى شلون طحت اصبر طلع يمدي تطلع هذه ما كيف اطبخها لا تسوي الحين الفطر المفروض ينقل صح ما ادري والله في وش السالفه اوكي اتوقع اموره طيبه هذا كويس اخذ الطماط باخذ منهم طماط خذ حق لا تاخذ حقي خذ طماطم يا رجال خرب عليه اصبر دقيقه اجيب لك شلون اطبخ طماط تكفون في لحم في لحم اطبخ لحم هات هات ما يلحظ هذه كذا خلاص لا اطبخ اللحم انا اطبخ اللحم قطع اللحم قطع هذا ايش حون جيبها قدام عندك تحت اي والله عندي طلب اخيرا هذا حط الفطر هنا شنو وصله هذا حط انا سويت بالضبط دقيقه اصبر الطماطم بتسوي فيه لحم عيش انا ضيعت ما ادري حط جبن وطماط جبن وسكر انا مين انت مين اشرب عندك ما اشرب هذا وين حاط لك لحم قطع دقيقة هذا فطر وش في فطر ابغى احط معاه فطر وجبن هذا جبن هذا طبخ يطبخ لازم تقطع صح يطبخ لازم يطبخ يطبخ على وشه ايش في حط في القدر ايش ما اقدر احطه في القدر ما عليك روح هذا لا خلاص بس لا يحيي حطه على اللي طيب عطني لحم عطني لحم موجود مجهز روح خلي اللعب حق والله حق يطبخ خوي باهي يا شباب يا عيال انا ما عندي والله ما تاخذ اللحم حق والله شوف الجدر ورا فاضي والله معليش احمد فاهي مره يا ابوي تو ميني ثينكس قاعد تصير قدامي شو هذا جبن انا طحت مرتين توني ادري ليش تطيح اللعبه اللي قبل ما كنت تطيح ما جاكم من تطيح ملك اللوجيستيك ملك الطبخ والله معليش اوكي انت اللي طلبتني انا اصير طباخ صح ولا لا انا اللي قلت هذا فاز الحين باحسن طباخ يعطيك العافيه افضل تعال تعال انا اللوجيستيك يسرق منا هذا والله سروق هذا افضل حرامي هذا ما قصر معي انا وصلت مرحله مخي علق في طماطم في فطر في مكرونه في عندي كم صح ما ادري يعطيكم العافيه يا شباب كان فيديو جدا ممتع باذن الله راح نكررها مره مرتين وثلاثه مع الشباب الجميلين هذولي وشباب اكثر ان شاء الله باذن الله لا تنسون تدعمونا باللايك سبسكرايب شير والامور هذه كلها كان معكم احد بن محفوظ السلام عليكم